الطريق الدائري ورانا اهو زي ما انتم شايفينه، العربيات ماشية عليه. وهنا احنا بعد السور الوردي بحوالي 300 متر، 300 متر، والمعدات شغالة هنا، والطريق شكله كبير. الطريق فعلا حوالي 40 متر او 30 متر، لان العلامة هناك ايه قرب عليها. معلش انا مش شايف من الشمس، علامة الخشب وهنا دي العلامة التانية هنا الصغيرة، دي النوادر. الطريق بحره كبير، بحره بس مش 60 متر ولا حاجة زي ما بيقولوا، تقريبا يعني 40 متر، يعني تقريبا هيبقى حارتين وجزيرة في النص صغيرة. هنشوف دلوقتي.